نروح مع حضراتكم لأسوان وحالة من العمل المتواصل اللي بتشهدها قرى محافظة أسوان واللي تم إدراجها بتوجيهات عاجلة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة حياة كريمة. وبناء على هذا القرار تم تخصيص 21.8 مليار جنيه لتنفيذ 1087 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى أسوان، واللي بيتم على مرحلتين. وجه جديد تنتظر قرى ونجوع محافظة أسوان بعد تخصيص مبالغ ضخمة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي بلغت قيمتها 21.8 مليار جنيه، وبتشمل في مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكومامبو ونصر النوبة بإجمالي 1087 مشروع. وبجانب إنجاز مشروعات المرحلة الأولى، بتشهد المحافظة إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، واللي بتشمل قرى مركزي أسوان ودراو، عشان يصل إجمالي المشروعات المستهدف تنفيذها ل 2016 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة. قرار إدراج قرى جديدة جاء وفق توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، بجانب ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التطوير الشامل للريف المصري حياة كريمة، وده وفق المخطط الزمني والمحدد لها دون السماح بأي تقاعس أو تأخير في استلام هذه المشروعات لتحقيق العوائد الإيجابية لأهالي القرى المستهدفة في أقرب وقت ممكن.